والله اذا معكم نت زياده تحطين، مش ضروري اسمع حالي. جبتي قلم في المطبخ؟ وين راح بس انا ما كان لا لما تحكي له دكتور مجدي عطي. سلم عليكم. بدنا وصله لو في وصله زي هيك. شو بدك؟ اشرح لنا قاعد. اكيد. ما بعدين. لا مايك. وصله طويلة. اطول من هاي عندك؟ شوف يعني اذا في اطول من هيك. بدك يعني ايوه بالضبط اذا بلاقي. الله يسعدك. بدك يعني. هل بختلف مدخل الجك ولا لا؟ لا عادي ايوه. مدخل. يا سيدي خذ راحتك شوف الله يسلمك. يعطيكم العافيه يا جماعه، محاضرتنا اليوم ان شاء الله عن الاسيد بيس امبالانسز. احنا اخذنا من المحاضره الماضيه عن الفلويد امبالانسز، وهسه راح ناخذ عن الاسيد بيس امبالانسز. ما اعرف ايش اذا راح تسمعوني. الاسيد بيميز جسمنا انه في عنده pH واضح. ايش هو pH؟ اللي هو 1. تفضلي. هو زي الناتشرال لوغاريثم لتركيز ايونات الهيدروجين في الدم. شو يعني ناتشرال لوغاريثم؟ يعني هذا تركيز الايونات الهيدروجين كونسنتريشن. ماشي. ايش مالهم الهيدروجين هذا؟ اسيد ولا بلان ولا الكلاين؟ اسيد. لما نحكي ناتشورال لوك هاي عمليه حسابيه تعكس الكونسنتريشن تاع ايونات الهيدروجين، لكن شو مشكلتها؟ انها بتصير تتناسب تناسب عكسي مع الكونسنتريشن. شو بيعني؟ انه البي اتش كل ما ارتفع شو بصير؟ الكلاين. والبي اتش لما ينزل شو بصير؟ أسد. تأكد لي ما شاء الله، عشان إذا ما صبت بجيب لك جاك سيارة. لا خلاص كويس، يلا خلينا نرجع للمحل، نرجع لكم السيارة. تعثر بوقع. افتح الله بعينه التيمز. رجعت. والله كان شغال عندي بس طلع صوتي شيء؟ خلص سلم عليك. عرفنا يا جماعة؟ خلص بكفي. فالبي اتش تناسب تناسب عكسي مع مين؟ مع الكونسنتريشن ده تاع الايونات الهيدروجين اللي حكينا انها مادة اسيد. يعني كل ما ارتفع البي اتش بتصير كموضه الدم شو مالها؟ قاعديه. وكل ما نزل البي اتش شو بصير؟ مور اسيدوز. كم النورمال بي اتش عندنا في الجسم؟ من 7.35 ل 7.45. احفظوهم زي اساميكم هسه القيم اللي بدهم يجوا. ماشي؟ وكيف بنفحصهم؟ عن طريق فحص اللي حكيناه قبل في اول المحاضره اللي هو الاي بي جيز ارتيريال بلود جاز. مين هم اهم شغلتين في الجسم بيحافظوا على الاسيد بالانس؟ الكدني واللانس هم اهم شيء. في اشياء ثانيه غيرهم زي الفوسفورس، الكالسيوم، الهيموغلوبين، يعني بعض الالكترولايتس، لكن اهم شغلتين مين هم؟ الكدنيز واللانس. لما نحكي لانس مسؤول عن ايش؟ عن
الكربون او الكربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد طبعا هذا مع عمليه كيميائيه بتحول لايش؟ لكربونيك اسيد. كربونيك اسيد شو يعني؟ اسيد معناته حمض. الكيدنيز مسؤوله عن ايش؟ عن البايكربونيت. بايكربونيت مالها؟ قاعدي. دائما كل ما تشوفوا كربونيك اسيد او سي او 2 في اعتلال، اعرف المشكله من مين؟ من الجلط. اذا كانت المشكله من البايكربونيت المشكله بتكون من مين؟ من الكيد. هسه قلنا اكثر او كيدنيز كربون دايوكسيد هذا هي الكيدنيز اللي بتتنفس ولا رئتك اللي بتتنفس؟ رئتك. شو دخل الكربون دايوكسيد بالعلاقه الاوليه؟ اذا ما يحطوا لي شحم خليه يسدد. خلاص اسمع الله يرضى عليك، عندك مشكله راجع الاناتومي. ماشي الميجر اكسترا سيلولر بفرنج سيستم ايش هم؟ هذول المادتين البايكربونات اللي هم HCO3 ماينس والكربونيك اسيد اللي هو H2CO3 تمام؟ H2CO3 وهذول اللي بحافظوا على اللهم صل على سيدنا محمد على الـ pH within normal range. هون طبعا العملية الكيميائية اللي بتصير CO2 زائد H2O تحول H2CO3 اللي هو الكربونيك اسيد، وممكن بعدين بعد عمليات ثانية كيميائية تتحول لأيونات الهيدروجين بالإضافة للHCO3 اللي هو إيش هو الHCO3؟ اللي هو البايكربونيت. ماشي؟ الأسيدوسز، حالات الأسيدوسز شو بصير بالكمية العملية الكيميائية؟ بتروح باتجاه الشمال اللي هو باتجاه الكربونيك أسيد، بينما في حالات الألكالوسز بتروح الرياكشن باتجاه مين؟ باتجاه الرايت اللي هو الH2 أو سوري الHCO3. اللي بدكم تعرفوا انه نسبة عشان انا احافظ على الـ pH within normal range لازم تكون النسبة كل 1 بار او كل 1 مولكيول اوف كربونيك اسيد بقابله 20 مولكيول اوف HCO3. شو يعني؟ قديش هذا بدلك قديش الكربونيك اسيد قوي وبحاجة HCO3 عشان يعادله. طول ما انا الكونسنتريشن بيهمنيش، مثلا واحد في HCO2 مثلا 60، واحد ال HCO3 15، هسه بنيجي للنورمال رينج تاعته، الثنتين هذول ابنورمال. لكن لما نرجع للقياسات اذا بلاقي الريش واحد ل 20 يعني واحد في HCO2 و20 HCO3 اذا الريش محافظ عليها معناته ال pH شو راح يكون؟ نورمال. ماشي؟ هاي القاعدة إني أحافظ على الريشو ما بين الكربونيك أسيد وما بين الHCO3 واحد لعشرين. إذا اختلفت يعني نفترض بالله صارت الريشو واحد لعشرة، شو تتوقع تكون؟ من اللي نسبته زادت ومن أسيدوسس بصير أسيدوسس مش ألكالوسس لأنه نزل الألكالين صح؟ طيب لو شفنا ان واحد ل 30 من اللي زاد معناته شو بتصير الحاله؟ الكالوسيس. هاي ما راح تجيكم بالامتحان زي هيك بس يعني عشان تفهموا كيف الجسم بيشتغل، انه بحافظ بهمهوش قديش في عندي بي اي سي او 2، مش ما بهمهوش، هو اللي بهمه اكثر البي اتش. بي اي سي او 2 والاي سي او 3 راح يتغيروا، لكن هاي عمليه بنسميها كومبنسيشن او عمليه التعويض. حكينا انه الكيدنيز مسؤول عن ايش ابو الشحمه؟ ريجوليشن، عن ريجوليشن التعمين بي اي سي او 2 ولا الاي سي او 3؟ بايكربونات ولا الكربونيك اسيد؟ الكربونيك اسيد بس خفت لنا بايكربونات. ماشي؟ فهي الكيدنيز شغل الكيدنيز. كيف يعني شو بتعمل الكيدنيز بالبايكربونات؟ في حالات مثلا الاسيدوسس شو بتعمل الكيدنيز عشان تعوض؟ مثلا الجسم صار في عنده حاله حمضيه، هسه الكيدنيز بدها تعوض، شو بتعمل عشان تعوض؟ شو يعني قصدي التعوض؟ تصلح الخلل. التعويض بقصد فيه تصليح الخلل.
الكدني صار شو بتعمل؟ بتطلع الايونات الهيدروجين في البول بتصير تحافظ كونزيرف البايكربونات ايون بتصير تحتفظ فيهم جوات الجسم. لما ترتفع ايونات ال HCO3 شو بصير عندنا؟ ترجع حموضه الدم للالكالين، جهه الالكالين، وبالتالي قاعد بتصلح المشكله. العكس في حالات الالكالوسس، اذا كان الجسم بيعاني من الالكالوسس هسه الكدني شو بدها تعمل؟ بدها تصلح المشكله عن طريق ايش؟ تصير تطلع مين؟ تطلع البايكربونات وتحتفظ بايونات الهيدروجين. طبعا ايونات الهيدروجين هاي بعدين تتحول لايش؟ لا اللي هو ال H2CO3 هو البايكربونات. اللانج في الجهه المقابله كنا بتعمل ريجوليشن لمين؟ للكربونيك اسيد اللي هو CO2 بعدين بتحول للكربونيك اسيد في الاكسترا سيلولر ان كان البايكربونات ولا ان كان الكربونيك اسيد الاثنين في الاكسترا سيلولر فلو. شو بتعمل اللانج؟ اذا كان البيشنت بيعاني من اسيدوسس هنا كاتبين ميتابوليك وهنا لما تفهموا عشان تفهموا بعدين هنا ريسبيراتوري هون كمان نضيفوا ريسبيراتوري لانه هسه لما نيجي للانتربريتيشن يا بيكون المشكله سببها اللنج يا بتكون المشكله سببها مين؟ الكيدنيز. اذا كانت المشكله سببها اللنج الكيدنيز شو بتعمل؟ تصلح. اذا كانت المشكله من الكيدنيز اللنجز بتتحول تصلح. نرجع لهي الفقره. ففي حالات الميتابوليك اسيدوسس يعني حاله الجسم فيها اسيدوسس المشكله كانت من مين؟ ميتابوليك. ميتابوليك لما تسمعوا كلمه ميتابوليك معناته دخل كيدنيز ماشي. ميتابوليك دائما كيدنيز. في اسيدوسس شو يعني اسيدوسس؟ يعني الكيدنيز قاعده بتطلع البايكربونات وتحتفظ مين؟ بايونات الهيدروجين. اللنجز بدها تصلح المشكله هاي عن طريق انها بتعمل الكالوسس. بتعمل الكالوسس عشان تعادل الاسيدوسس تاعت الجسم. كيف بتعمل الكالوسس؟ بدها تتخلص من CO2. كيف بدها تتخلص من CO2؟ يصير البني ادم يتنفس بسرعه يعمل ايش بنسميها washing out the CO2. قاعد تغسل الجسم من CO2. اذا قللنا CO2 معناته ما ضل في عندنا الحمض او الماده الاساسيه لتكوين الكربونيك اسيد. فبالتالي البيشنتس تحول بتصير نصلح هاي المشكله الاساسيه نحاول نرجعها للالكالوسس. في الجهه المقابله هو البي اتش هسه بنجيكم كيف اخر شيء ردوا عليه راح اعطيكم مليون مثال عشان تفهموها وما عم تنسوا. في حالات الميتابوليك الكالوسس يعني اجينا على البي اتش لقينا الكالاين بتطلع من السبب وراح نعرف كيف نعرف السبب. لقينا ان الكيدنيز هي السبب يعني الحاله اسمها ميتابوليك الكالوسس. اللنج شو بتعمل؟ تصلح. شو اسم المصطلح حكينا عنه؟ كومبنسيشن تعويض او تصليح ماشي. الكالوسس كيف بدها تصلح اللنج؟ بدها تحاول تعمل اسيدوسس. كيف بدها تعمل اسيدوسس؟ بدها تحاول تحتفظ في السي او 2. لا مهم. كيف بتحتفظ بالسي او 2؟ بدها تقلل التنفس. بصير عنده شالو بريثنج شالو اند سلو بريثنج يعني بصير عنده يقل النفس وبالتالي بيحتفظ بالسي او 2 وبالتالي بصير انتاج كميه الكربونيك اسيد بتصير ترتفع. هذا في اذا كان البني ادم وضعه طبيعي يعني الكدني شغاله صح اللنج شغاله صح. للاسف مش دائما يعني مثلا مريض صار عنده كارديك ارست وقف عنده القلب وبالتالي ما عندوش بيرفيوجن طوالي وقفت اللنجز طوالي وقفت الكدنيز لا اللنجز شغاله ولا الكدنيز شغاله وانا بصير له ديتيريوريشن على السريع. للاسف الميديكيشن اللي بتستخدم في حالات الكارديك ارست بتبطل تشتغل لان الجسم بصير في حالات هاي معظم الحالات بصير فيها اسيدوسس وبالتالي احنا بنصير نضطر ان نعالج الاسيدوسس واحنا نعطيه ادويه الكارديك ارست. ادرينالين ما لهوش بالاسيد بيس امبلانس بنصير نعطيه بايكربونات. ايوه بايكربونات ماشي. فقلنا انه اذا كان البيشنت وضعه طبيعي
بتحاول اللنجز والكيدنيز انها تصلح الاسيد بيس امبالانسز، اسيد بيس امبالانسز بعمليه بنسميها الكومبنسيشن. في عندنا اذر بفر سيستم، قلنا اهم شيء اللنجز والكيدنيز. في عندنا اشياء ثانيه ممكن تساهم او تؤدي للاسيد بيس امبالانسز. في الاكسترا سيلولر هم الانورجانيك فوسفيتس، بلازما بروتينز، كالسيوم، الانتراسيلولر فلويد وهي مش كثير مهمه، بروتينز، الاورجانيك اند انورجانيك فوسفيتس، جلوريشو الفرق بيناتهم، شغلات كيميائيه. الاورجانيك من الايستر، هذا نوع من انواع الصوت كمان، ف يعني شغلات ما يعني مش كثير مهمه انكم تعرفوا شو الفرق بيناتهم. وكمان الهيموجلوبين، هذه من الاشياء اللي ممكن تؤدي او تحافظ على البفرنج او الاسيد بيس بالانس في الجسم. حكينا بنعرف الاسيد بيس امبالانس عن طريق فحص الاي بي دي اللي هو اختصار ارتيريال بلود جاز. شو يعني ارتيريال؟ يعني البلود سامبل من وين باخذها؟ من الارت. الشريان هاي بتحكوها لمين؟ لجدتي الله يرحمها. ماشي؟ من الارت. كيف العمليه اخذتوها؟ بالنسبه انا بالنسبه لي عمل اني اخذ سامبل من الارتري اريح كثير من انك انت تحتم بتصير تعتمد على البولس، تحت البولس بتجيب النيدل بزاويه تقريبا من 45 ل 90 درجه بتدخلها وبتسحب، واصلا بجوز من البريشر العالي الموجود في الارتري الدم يعبي السرنج لحالها لما تسحب. هذا بالنسبه لنا كنيرس اسهل، لكن البيشنت شو مالها؟ مور بين. ملك انت شهيد بمعركة الكرامة، ما في زي. المهم لما تطلع عينات الاي بي جيز ونفحصها ونحللها تطلع القراءات كالتالي. شو اول شيء؟ بي اتش النورمال بتاعته من 57 سوري هاي. ولا خلينا نشرح هاي اللي بتهمنا. الارتيريال بلاد ماشي؟ البي اتش كم النورمال من 37 ل 45. بي اي سي او 2 في ناس بتكتبوها بي سي 2 بي سي او 2 او بي اي سي او 2 الافضل بي اي بريشر بارشل بريشر للسي او 2 كم النورمال تاعها؟ 35 ل 45 طبعا هون ما فيش يونت لانه ناتشرال ليبرتم هون بنحكي كبريشر كضغط شو وحده الضغط؟ مليمتر في ميركوري ماشي؟ ال HCO3 هذا concentration هذا بحب بقيس concentration تركيز كم النورمال تاعها؟ 22 ل 26 ملي equivalent per liter هذا concentration. فهي دائما بتلاقوا فيها اختلافات حسب اللاب، في ناس بقول لك من 20 ل 26، في ناس من 20 ل 28، في ناس من 18 ل 28. اختلافات كثير حسب اللاب، حسب السنسيتيفيتي تاع الديفايس او الجهاز اللي بحلل عينه الدم. احنا شو قلنا؟ قلنا بالموجود في السلايدر هذا النورمال 22 ل 26 احفظوها. لكن بكره رحتوا على مستشفى لما تجيكم الريزلتس تاع الاي بي جيز تطلعوا على القياس نفس تاع المستشفى بقول لك قديش النورمال تاع الجهاز عندك، فممكن يقول لك مثلا والله من 20 ل 26 بتختلف في الغالب حسب السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز. في شيء اسمه بيس اكسس او ديفيسيت. شو يعني بيس؟ قاعديه لها دخل في القاعديه زياده او نقصان. خلينا نرجع من اول جديد قبل ما ارجع بيس هون اذا نزل شو بصير؟ سيدوسس. هون اذا ارتفع الكالوسس. هذا ايش؟ في اس او 2 لو دخل بنحمضه معناته اذا نزل الكالوسس، اذا ارتفع اسيدوسس. بي اي او 2 نطينا عنها، هاي اهم شيء تطلع عليه في الاي بي جي من ناحيه برايورتي. انسى الاسيد بيس امبالانسز، انسى الاسيد بيس امبالانسز، انا بحكي من ناحيه برايورتي. راح نشتغل على هرم ماسلو. اهم شيء في الاي بي جي اللي هو بيقيس قديش نسبة أكسجين، وهذا أدق مقياس
نسبة الأكسجين في الدم أهم من البلس أوكسيميتر وأدق من البلس أوكسيميتر. وإذا أنا البيشنت كان بعالج الأكسجين بتعرف قديش إفكتيف التريتمنت بتاعتي، بطلع على البلس أوكسيميتر، بطلع مين؟ على هذا كم النورمال لازم يكون؟ طبعاً البرشر هذا نفس الإشي PaO2 أكثر من 80 مليمتر أوف ميركوري. هذا مش نسبة زي البلس أوكسيميتر، هذا بشوف قديش الضغط بتاع الأكسجين على خلايا الـ RBCs. فهذا كبريوريتي هذا أهم واحد، لكن هل له علاقة بالأسيد بيس إمبالانسز ولا له دخل؟ فأنا لما أجي أشوف لما يجي يسألك الدكتور أو الانستركتور معك في المستشفيات بيمسك لك أو بيعطيك ورقة الـ ABGs شوف شو فيها، أول إشي بتحكي له عن إيش؟ PaO2 وتقول له فوق 80 معناته أموره طبيعية من ناحية أكسجين. هسه بدنا نفحص الأسيد بيس إمبالانسز، بنبلش من pH، pH إذا نزلت أسيدوسس إذا ارتفع الكالوسس، PaCO2 إذا نزل الكالوسس إذا ارتفع الأسيدوسس، الـ HCO3 مادة قاعدية معناتها إذا نزلت شو يصير؟ أسيدوسس إذا ارتفعت الكالوسس. Basics نرجع على Basics. Basics أو Deficit normal بتاعها من ناقص 2 لا 2 من الإكويفلنت بير ليتر. هاي بيس قاعدة معناتها إذا نزلت سيدوسس وإذا ارتفعت الكالوسس. إذا نزلت أقل من ناقص 2 معناتها ما فيش عندي قاعدة مواد قاعدية، فبالتالي بيكون عندي بيشنت سيدوسس وإذا ارتفعت الكالوسس. وهي نعتمدش عليها كثير في تحديد ال pH أو تحديد الأسيد بيس إمبالانس. عن ناقص 2 النورمال تاعها من ناقص 2 ل 2. اذا اقل من ناقص 2 اسيدوسس، اذا اكثر من 2 معناته في عند البيشنت اسيدوسس. وكمان من الاشياء المهمه انه نعرف الاكسجين ساتوريشن الاس اي او 2 وهذا ادق من البلس اوكسيميتر. يعني لو شفت بيشنتس محطوط له بلس اوكسيميتر وهسه سحبت له عينه اي بي جيز تلاقي انه ممكن تلاقي في اختلاف، وهي ادق من البلس اوكسيميتر. هاي نسبة تشبع الدم في الأكسجين. كيف البلس أوكسيميتر؟ نفس الشيء، لكن هاي أنت ماخذ الدم وفاحصها. البلس أوكسيميتر كيف بيعمل؟ عن طريق الأشعة تحت الحمراء بيشتغل. في كثير عوامل بتأثر عليك، الإضاءة، بشرة، لون البشرة، إذا المريض عامل مثلا اللهم صل على محمد حاط مناكير مثلا أي شيء، هاي كلها بتأثر على القرار. فهاي أدق من البلس أوكسيميتر. أكثر من 94 هذا النورم، 94 أو أكثر ماشي نسيد ال 95، أكثر من 94 94 أو أكثر 94 أو أكثر، هاي في مساوي يعني يساوي. هاي شو بدكم تعملوا؟ بدكم تحفظوهن زي أساميكم. هاي الأرقام مع النيوت. حكينا عن الأرتيريال بلد، بعض المرات بيكون في صعوبة إنك تاخذ سامبل من الأرتري، ممكن يلجأوا لسامبل من البين، وهي نسميها Mixed Venous Blood Sample. هل أنا مهم إني أحفظهم؟ لا، مش بالضروري إنكم تحفظوها، أنتم مش مطالبين فيه ومش دقيقة. تفضل. نسبة الأكسجين في الدم، إيش في أكسجين بالدم؟ تشبع في الدم، أكسجين ساتوريشن. في بعض المرات ممكن ما يكون في مثلا يكون عندك مشكله في الهيموجلوبين زي حالات ثلاسيميا او سيكل انيميا، ما تقدر تلتقط في الاكسجين، بتلاقي الاكسجين ساتوريشن نازل. لكن تعال قيس قديش نسبته في الدم تلاقي طبيعي، لكن هل الجسم مستفيد منه؟ لا. ليش؟ ما في شيء بيعمله بايمر. اهم من هاي الاشياء كلهم بي او احفظون زي اساميكم. هاي اللي قبل شوي شرحناهم، اذا ارتفع اذا نزل نمسح بس طبعاً. وهذا اعاده زي ما حكينا اللي قبل شوي شرحناه، اذا ارتفع اذا نزل بيسكس صرنا نطلع. وهذا بحكي دائما بتلاقي فيه اختلاف في القرار. قلنا عن بيسكس ناقص 2 لا ناقص 2 عشان لكن هنا تختلف زي ما قلنا حسب القراءات حسب الكتب.
فاحنا نعتمد بالموجود بهاي السلايد. ايش هم المشاكل اللي قلنا راح نشوفها في الاسيد بيس امبالانسز؟ كان بكون عند البيشنت اسيدوسس، كان بكون عنده الكالوسس. الاسيدوسس معناته انه البي اتش بسيفيد ديكريز، يا بتكون المشكله من الميتابوليك من الكيدنيز، فبالتالي شو بصير بباك هرمونات تنزل، وانا بسميها ميتابوليك اسيدوسس لانها من الكيدنيز. او اذا كانت المشكله سببها اللانكس، معناته الـ PaCO2 شو بكون؟ مرتفع، وها الـ PaCO2، وبالتالي أنا بسميها معناها مشكلة من اللنج respiratory acidosis، مش respiratory، respiratory. في ناس بيقولوها respiratory، أصح respiratory. وصلت؟ نيجي للألكالوسيس اللي هي المشكلة الثانية. الألكالوسيس معناته البي اتش شو بتكون؟ اذا كانت المشكله من الكيدنيز شو بتكون بالبايكربونات؟ تكون زائد. اذا كان المشكله سببها اللونجز يعني ريسبيراتوري الكالوسيس، شو بكون بالبي اي سي او 2؟ بتكون نازله. ماشي؟ هسه احنا بنحكي عن المشكله نفسها، ما حكينا شيء عن الكومبنسيشن، ما حكينا عن شو قاعد بصير تعويض او للتصليح هاي المشكله. ميتابوليك قلنا ايش دخل بايش؟ بالكيدنيز، والكيدنيز هي مسؤول عن مين؟ عن البايكربونات. سوري. نبلش باول واحد هو الميتابوليك اسيدوسس. ميتابوليك اسيدوسس معناته الجسم حالته العامه ايش مالها؟ اسيدوسس. السبب فيها كانت الكيدنيز. يعني باجي بطلع على البي اتش، وهي اول خطوه في تحديد الاسيد بيس امبالانس، اني بطلع على البي اتش بلاقيه نازل، يعني اسيدوسس، حاله الدم اسيدوسس. البي اتش بيعطيني صوره عامه عن حاله الدم او قديش في عندي اسيد او الكالاين في الدم، بلاقيها نازل معناته اسيدوسس. بروح بطلع على الكيدنيز ولا اللنجز، بلاقي الكيدنيز هي السبب. كيف بعرف؟ انه لو بايكربونات، فبلاقي انه حاله الجسم ميتابوليك الاسيدوسس عن طريق ان انا عرفت انه البي اتش كان نازل وكمان البايكربونات كانت نازله. اسبابها طبعا ممكن تكون رينال فيلير اهم من اسباب. فالبيشنت هون شو قاعد بصير في عنده؟ بتزيد نسبه الاسيد اللي الجسم مش قادر يتخلص منها زي اليورينيا. كمان في حالات الكيتو اسيدوسس. كيتو اسيدوسس شو هي الكيتو؟ كيتون كيتونز هاي او كيتون بوديز، هاي ماده حمضيه جدا. بتصير اول شو سببها؟ ليش الجسم بيعملها؟ اذا صار يهضم بحاله، اذا صار يهضم بالبروتين وبالمصرز، متى الجسم بصير يهضم بحاله؟ اذا ما في ستارفيشن، او في حالات دايابيتيس تايب 1. دايابيتيس تايب 1، دايابيتيس ميليتس اللي هو السكري النوع الاول اللي بيميزه انه الجسم ما فيهوش انسولين. تلاقي واحد يصير هذا بصير كثير للصغار العمر، تلاقي البنكرياس مضروب، في مشكله يا اما بتكون مشكله وراثيه او اوتو اميون ديزيز، فبالتالي البنكرياس ما بيطلع انسولين. والبنكرياس من اهم وظائفه غير انه بفوت الجلوكوز لجوات الخلايا، هو اللي بتحكم بعمليه ايش بنسميها؟ ايش اسمها؟ جلوكونيوجينيسيس. جلوكونيوجينيسيس معناتها اني اطلع الجلوكوز من مكونات غير كربوهيدراتيه. ايش هي المكونات غير كربوهيدراتيه؟ المصل البروتين، بنسميها حاله هاي او العمليه جلوكونيوجينيسيس. ما في عندي انسولين، الجسم شو بصير يعمل؟ بصير يعمل جلوكونيوجينيسيس، الانسولين بثبطها. هذا التايب 1 قلنا ما فيش عنده انسولين، فبالتالي الجسم وما فيش مش قادر يستفيد من الجلوكوز لانه ما في عنده انسولين، شو الجسم بصير يعمل؟ بصير بقول يا عمي انا ما فيش عندي جلوكوز، مع انه موجود بس مش قادر استفيد منه. البرين غذائه الرئيسي جلوكوز، بصير يقول الجسم دبر حاله، بدي جلوكوز، فبصير يهضم بحاله، بصير يهضم بالبروتين. نهايه هاي الميتابوليزم بتاعت البروتين والمصل كيتون بودز، وهي ماده فيري اسيدك، فيري اسيد. فهي بتصير حالات ستارفيشن او حالات دايابيتس. طيب ستارفيشن معناها المجاعات او الجوع، واحد صايم
واحد مش ملاقي اكل ضايع بالصحراء مثلا. في بعض الحالات اللاكتيك اسيدوسس كمان واحد من اهم الاسباب. اللاكتيك اسيدوسس ليش بتصير؟ اذا ما في عندي اكسجين. ماشي، لاكتيك اسيدوسس بتصير اذا ما في عندنا اكسجين. زي مثلا واحد صار معاه كارديك ارست، توقف قلبه، توقفت الرئتين، ما في عنده O2، الجسم بده يحاول يعمل ميتابوليزم، فبالتالي شو بتطلع؟ بتطلع اللاكتيك اسيد. في شغله ثانيه بتصير باللاكتيك اسيد، رحت تلعب رياضه، الجريك صار يوجعوك، صار عندك تشنج، مش تشنج زي وجع في الرجلين، لانه مش مقدرات يلحقن شغل اللي هو مش قادر يوصلهم اكسجين كافي عشان يعمل ميتابوليزم. لما تتحرك تلعب رياضه بدك طاقه، بدك اكسجين، فالميتابوليزم يكون عندك عالي، بالتالي بدك اكسجين عالي. ما في مش قادر تلحق الاكسجين على عمليه الميتابوليزم، شو بصير يطلع؟ لاكتيك اسيد، فبتتراكم فبصير عندك بين بالكالف او في بطات الرجلين. طبعا مؤقت، اول ما ترتاح تريح بصير الجسم بتخلص من هذا الاسيد. حالات ثانية، واحد صار عنده MI، جلطة. شو الجلطة؟ هذا artery بيغذي عضلة القلب نفسها، سكر، فبالتالي البطل يوصل أكسجين لمين؟ لعضلة القلب. شو بتعمل عضلة القلب؟ lactic acidosis، فبالتالي هذا السبب اللي بيعمل pain عند patients. طبعا من حالة كمان الإسكيميا والميكروسس. كمان من أهم الأسباب انه الكيدنيز اذا صار فيها فيلير معناته بطلت تشتغل صح، واحد من شغلها انها تكمل اف سي او 3. اذا ما اذا صار فيها فيلير او صار فيها فشل معناته شو راح يصير بالاف سي او 3؟ راح ننزل. في حاله ثانيه اف سي او 3 الناس اللي بكون عندهم دياريه، ايش هو دياريه؟ الاسهال، ومعظم السكريشنز اللي بتطلع مثلا من البنكرياس من البايلز، هاي كلياتها مواد قاعديه. فإذا الجسم صار معاه دياريا شو صار بالمواد القاعدية هاي؟ بفقدها الجسم، فبالتالي بنزل الـ الديوريتكس. إيش الديوريتكس؟ اللي هي مدرات البول. هاي شو بتعمل؟ تزيد الإكسكريشن، الإكسكريشن أوف الـ FCO3. ماشي؟ فبتخلي الكيدنيز تتخلص من الـ FCO3، فبالتالي بنزل مستواها وبصير عند البيشنتس ميتابوليك أسيدوسيس. ايش الكاركترستكس او مانيفستيشن او ساين سيمبتومز؟ بيشنت راح يصير معها هيدك بسبب الاختلافات هاي وتاثيرها على النيرف سيستم، كونفيوجن، دراوزنس، هايبركاليميا. ليش هايبركاليميا؟ ليش بصير عندهم هايبركاليميا؟ شو تتذكر قلنا اسيدوسس شو دائما مصاحب لها؟ ارتفاع في نسبه البوتاسيوم، هايبركاليميا. تمام، هسه هاي من اهم الساين اللي سببها ميتابوليك اسيدوسيس. هاي الساين شو سببها؟ ايش هي هاي الساين؟ انه بزيد الريسبيراتوري ريت، بزيد نسبه التنفس، وبتزيد الدبث. ليش بتصير؟ عشان اعمل عمليه تعويض. بدها اللنجز تبلش تشتغل هسه عشان تعوض المشكله، تصلح المشكله. لما يزيد الريسبيراتوري ريت والدبث شو قاعد اللنجز تتخلص من؟ CO2، فبالتالي قاعد تعمل الكالوسيس. الثاني بحاول ارجع الـ pH لايش؟ للنورمال. Decrease blood pressure هاي عليها البيت مرات، يعني هاي مش general rule. ممكن الـ patient يصير مع decreased blood pressure او increased حسب اذا كان صار. لكن في حالات الاسيدوسس في الغالب بيكون مع الـ patient ايش؟ vasodilation، بصير مع vasodilation يعني زي توسع بالشرايين، فبالتالي بينزل الضغط. لكن اذا كان في عنده حاله ستريس كثيره وعامل فيزو كونستريكشن تتغلب على الفيزو دايليشن تاعت الاسيدوسس، فبالتالي البيشنت ممكن يرتفع عنده. مشكله الاسيدوسس شو كمان؟ بياثر على الكونتراكتيليتي تاعت الهارت. الهارت بطل يعمل بامبنج، بطل يعمل كونتراكتيليتي صح، فبالتالي شو بنزل؟ كاردييك اوت، سي او مش كربون مونوكسيد، لا كاردييك اوت. إذا نزل الكارديك اوتبوت شو راح يصير مع البيشنتس؟ ديكريز بلود بريشر كمان. كمان الاسيدوسس من اهم الاسباب للديسريثميا اللي هي عدم انتظام نبضات القلب، خصوصا حاله نسميها فنتركولار فبريليشن.
ventricular fibrillation من اخطر الانواع واللي وهي نوع من انواع الكارديك ارست. الكارديك ارست راح نشرحها عن نشرحها واحد منها ventricular fibrillation. طبعا اذا البيشنت استمرت هاي الحاله الكارديك الهارت مش راضي يطلع او مش قادر يعمل بامبنج مش قادر يطلع كارديك اوتبوت هاي راح تؤدي لحاله اسمها الشوك. الشوك اسمها تعريفها صدمه لكن ما بقصد فيها صدمه عصبيه. الشوك العلم هون معناها decrease perfusion لمين؟ للفايتال اورجانز ماشي. لما يجد البيرفيوجن من الفايتال اورجانز هاي بنسميها شوك. انواع كثيره وراح تاخذوها في ماده الكريتيكال سنه رابعه. هاي حاله الشوك نوعها ما انه سببها الهارت بنسميها كارديوجينيك شوك يعني سببها الهارت نفسه. هاي بتصير طبعا في حالات اذا كان البي اتش نازل كثير عن السبعه وهي بصراحه كل البيشنت ماله ديد يكون ميت. هاي طبعا هون كاتبين البيشنت ممكن يكون اسيمبتوماتيك ما تبين عليه الاعراض الا لما تنزل البايكربونات عن 15. نحكي عن الميتابل مش عن البي اتش لحاله. نحكي عن تنزل اه لما تنزل عن 15 في عنده سايموسن. تفضل. نفس الشيء اللي بتطلع من المناعه. والله ما بعرف صراحه ما بديش احكي لك ليش ما بعرف اول مره بسمع فيها. تاكد من دكتور زين. عادي بنطلق ما نقدر. كيف يعني؟ مثلا بيزيد عندي الاستيرويد بالرئه بس عندي هايبر ابنيا تايب ابنيا تطلع اكثر. هايبر ابنيا؟ اكيد نيمز تطلع بس عندي فلويد فوليوم ديفيسيت. فلويد فوليوم ديفيسيت كيف؟ انه بيصير ابدك يعني مش هذاك الدرجه انه راح يصير معك فلويد فوليوم ديفيسيت بنفس الوقت. بدك نسبه كبيره كبيره وقت طويل وبدون انترفنشن لحتى يصير في عندك فلويد فوليوم ديفيسيت. سؤال الهارت فيلر شو بيعمل غير التبيوجين على التيوبات؟ تبيوت؟ اه وبالتالي بصير عندي ريجوليشن للفلويد بصير عندك؟ ريجوليشن اه بيلعب على التنظيم تبع الهضم تبع بصير فشل في تنظيم الووتر والكلورايد. والله ما فهم عليك. بصير عندي فشل في القلب وبالتالي فشل في الرينال تيوبات صحيح وبالتالي بصير عندي فشل في تنظيم الووتر الووتر والكلورايد. طيب اخر شو الوقت توصل له؟ بصير عندي هذه بسيتي اكسس طيب ماشي صح 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 طبعا صح. خلص دائما يا جماعه مش راح تلاقي حاله تعال اكتشف لي لحالك. مستحيل تلاقي البيشنتس في عالم المشكله واحد. اذا لقيت مشكله واحد عند بيشنتس تستلمه انت من لاكيست نيرس بهذاك اليوم ماشي. يعني تلاقي مريض بس جايك عشان مشكله واحده بس امورك تمام. تلاقي عنده مليون عنده علم يعني هذا اللي هسه بنحكيه مثلا هون. تلاقي البيشنت صونا منين يجيك البيشنت اللانج مش مستجيب تعملش كومبنسيشن تلاقي لساته عنده نورمال او والله تخيل بيشنت كارديك ارست نرجع على كارديك ارست. كارديك ارست بتوقف القلب فبالتالي ما فيش عندي بيرفيوجن لمين؟ كيدنيز صح؟ طوال بصير مع اكيوت رينال فيلر اللانج شغاله اسمها كارديو بلمونري ارست موت في اللانجز موت في القلب. طيب اللانجز عامل كومبنسيشن هاي معناته عندي اسيدوسز من اللنجز اسيدوسز من مين؟ من الكيدنيز. هاي اسوأ انواع اسمها ميكس وراح نجيها ان شاء الله كمان. هاي بنسميها ميكس اسيدوسز. ايش؟ لا شرحتها بس انت ما كنتش مركز. شو قلنا؟ قلنا البيشنس ممكن ما يطلع عليها اعراض الا لما تنزل البايكر اقل من 15 وهي زميلتك اللي سالت عليها. مانجمنت بدنا نعرف شو السبب اللي خلى الكيدنيز تنزل مستوى البايكربونات من عادي. فاول شيء ايدنتيفاي الكوز مانج ات تريت. ممكن نعطيهم بايكربونات هذول البيشنتس عشان احاول ارفع كميه الالكالاين وبالتالي اعالج الميتابوليك اسيدوسز. بدنا ندير بالنا واحنا نعالج الاسيدوسز قلنا اسيدوسز معناته البوتاسيوم شو ماله مرتفع
وانا عارف الاسيدوسس شو بصير بالبوتاسيوم ببلش يرجع لوين؟ للانترا سيلولار، فبالتالي ممكن ينزل. فهون شو الانترفينشن تاعنا؟ مونيتور البوتاسيوم ليفلز، ظني حافظ او ظني يعني مراقب مستوى البوتاسيوم في الدم. كالسيوم له دور كبير، واحد من اهم الاشياء اللي دخل بالبفرنج سيستم، يعني ممكن ينزل في حالات الميتابوليك اسيدوسس، وهذا سببه انه الكيدنيز شو بصير تطلع؟ بصير يطلع الكالسيوم، لانه ببطل في عنده قدره انه يعمل بايند مع البروتينز. فبالتالي البيشنت شو بكون يعاني من حاله هايبوكالسيميا، بكون نازل الكالسيوم في الدم. عشان هيك احنا بدنا نعالج اذا كان بيشنت بيعاني من الهايبوكالسيميا، بدنا ان نعالجها. فالكالسيوم من أهم كمان، إذا نزل ممكن يعمل عند البيشنس ديستريفي. مش بس ديستريفي، لكن أهمها أو أخطرها الديستريفي. الحالة الطبيعية عند البيشنس إيش اسمها؟ هيموستاسيس، صح؟ هوميوستاسيس. ماشي، هوميوستاسيس معناته البيشنت عنده البي اتش ماله نورمال. في حالات الميتابوليك اسيدوسس تكون السبب الكيدنيز البايكربونات شو بصير فيها؟ تنزل لوس اوف اس او 3. فبصير عند البيشنت ميتابوليك اسيدوسس. هسه البفرنج سيستم بده يشتغل. شو يعني البفرنج سيستم؟ اللي هو نظام التعويض، بده يصلح مشكله الاسيدوسس. المشكلة من الكيدنيز، مين اللي بده يصلحها؟ اللانجز تحاول تصلحها. كيف اللانجز بدها تحاول تصلحها؟ انها بدها تزيد respiratory rate والdepth of respiration عشان تعمل washing out للـ CO2. فبالتالي بزيد respiratory rate والdepth. هون طبعا اذا حاولنا، اذا رجعت الكيدنيز تشتغل، فبصير في عندنا renal correction، فبالتالي الكيدنيز بتطلع عينات الهيدروجين بترجع تشتغل وتفرز الـ CO3. وهنا بترجع الحالة للهوميوستاسيس. هذا إذا كان مشت الأمور زي ما بدنا. الحالة الثانية هي ميتابوليك الكالوسيس. شو يعني ميتابوليك الكالوسيس؟ يعني البي اتش أول إشي طلعت عليه لقيت شماله مرتفع، معناته عنده الكالوسيس. بتطلع مين سبب الكالوسيس؟ اللنجز ولا الكيدنيز؟ اللنجز والله لقيتها اسيدوسس. طيب الكيدنيز لقيتها الكالوسيس، مين السبب معنا؟ طلعوا هاي الحاله، طلعوا الحاله. هسه انا راح اشرح لكم كل شيء بالتفصيل، بس يعني بعطيك شويه بي اتش الكالوسيس. الاكسي او 3 الكالوسيس، والسي او 2 اسيدوسس. شو بنعمل عن البي اتش؟ الصوره العامه عن الجسم، الصوره العامه عن حاله الاسيد بيس بالانس في الجسم. الصوره العامه بقول لك الجسم بيعاني من مين؟ من الكالوسيس. اجيت اطلع لقيت الكيدنيز او الاس او 3 فيها الكالوسيس، والسي او 2 او اللنجز فيها اسيدوسس، معناته مين المشكله؟ مين مسبب المشكله؟ وهي شو عملت؟ كومبنسيشن. هذا هو تحليل الـ PSO2 أو تحليل، سوري، تحليل الـ ABGs. رح نجي كمان أكثر بالتفصيل، بس هاي شوية هنت كيف إحنا بنعرف مين السبب، مين اللي بحاول يصحح. أنا هسه مش عارف، أنا هسه أجتني ورقة الـ ABGs، فحص الـ ABGs، بطلع على الـ PS لقيت الألكالوسس، الـ SCO3 لقيت الألكالوسس، الـ PSO2 لقيت الأسيدوسس. مين شو هي اول شيء؟ شو الصوره العامه عند عن الجسم؟ انه عنده الكالوسيس. قلنا يا السبب يا اللنجز يا الكيدنيز. بتطلع مين اللي عامل هذا الكالوسيس؟ كيدنيز. هاي الكالوسيس، الميتابوليك الكالوسيس. وهي ليش صارت اسيدوسيس؟ لانها بتحاول تعمل تعويض كومبنسيشن. طبعا ما حكينا دائما اس سي او 3 عرفوا انه ميتابوليك يعني كيدنيز. والريسبيراتوري PSO2 يعني المشكلة من الماء.
فالميتابوليك الكالوسيس بيكون البي اتش اللي هو الصوره العامه للبي اتش بتكون مرتفع، البايكربونات تركيزها مرتفع اكثر فوق ال 26 من الكوبلنت بير لتر. الكوزز يا اما البيشنت بيكون ماخذ كميات كبيره من المواد القاعديه اللي بالاخر بتؤدي الى تكوين الاس او 3 زي مواد زي ما احكي زي ما تخليهاش بنفسك. لا خلص خلاص ده مره ثانيه بتحكي وتخليها بنفسك بعد زي الانتي اسيدز. ايش هم الانتي اسيدز؟ مضادات الحموضه بتاعت المعده زي الفاموتيدين اللي بتسمع فيها او فامودار. غير هيك بيشنتس مثلا كان في حاله كاردك اريست ماشي، فاحنا بدنا نعالج قلنا بتبلش معاه اسيدوسس، صرنا بدنا نعالج الاسيدوسس اعطيناه بايكربونات في دواء اسمه بايكربونات وبنعطى بالدم اي في. فضلنا نعطيه انقلبت الصوره من اسيدوسس الكالوسس فاسيو في يوريك سي بي ار كارديو بولموناري ريسوسيتيشن الانعاش القلب الرئوي. كمان في بعض الاسباب اذا البيشنت قاعد يخسر ايونات الهيدروجين مثل الفوميتنج قاعد بيستفرغ اتش سي ال حموضه المعده او افرازات المعده اسمها اتش سي ال اتش هيدروجين جسم تزرق معناته شو راح يصير بالبيشنت الكالوسس. جاستك سكشن يعني واحد مثلا عامل عمليه جي اي احنا بدنا نمنع انه يصير معاه فوميتنج فبنركب له ان جي تيوب عشان ما تتراكم السوائل جوات معدته فعملنا له سكشن فطلعنا كل عصارة المعدة فبالتالي خسرنا من الهيدروجين. كمان في حالات هايبو كاليميا قلنا الهايبو كاليميا دائما مع مين؟ مع الكالوسس. نعمل سكشنينج حالات مثلا البيشنتس كان انكونشس او كان مثلا عامل عمليات ما فيش عنده مثلا اليمينيشن عنده زي كسل في الامعاء او باراليتيك ايليس عشان ما تتراكم هاي الافرازات وبالتالي البيشنت يصير في له يصير عنده فوميتنج. الفوميتنج مش 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 مسحه خصوصا البيشنت انكونشس لانها ممكن تعمل له شيء بنسميها اسبيريشن نيمونيا انه يصير في عنده يعني تفوت شوي من عصاره المعده تفوت على المجاري التنفسيه تعمل له التهابات زي التهابات الرئه وهي حاله خطيره طبعا خصوصا اذا البيشنت كان انكونشس. لانه ما عنده جاج ريفلكس. بيشنت انكونشس ما عندهوش جاج ريفلكس. شو هو الجاج ريفلكس؟ لما الدكتور يمسك العصايه ويطلع في فمه يخليك تستفرغ هذا اسمه جاج ريفلكس. دائما لما تسمع ريفلكس تاخذوا هسه ماده الديسكر ولا اخذوها على الصيفي كلمه ريفلكس هي ديفنسيف ميكانيزم. يعني ميكانيكيه او شغله للحمايه. كمان من اهم الاسباب ميديكيشنز وقلنا من اهمها مين الديوريتكس اللي بتعمل على انه الجسم يتخلص من البايكربونات في اليورين. السيمبتومز معظمها السيمبتومز ريليتد تو ديكريز الكالسيوم ليفل وهي قلنا بالحالات الالكالوسيس عكس الاسيدوسيس الالكالوسيس شو بتعمل؟ انكريز بالبروتين بايندينج الكالسيوم بصير يرتبط اكثر في البروتين فبالتالي مستوى شو ماله؟ بصير ينزل في الاكسترا سيلولر. البيشنت عنده الكالوسيس اللنجز شو بتعمل؟ تحاول تصلح. كيف اللنجز بدها تحاول تصلح؟ شو هدفها؟ انها تحتفظ في السي او 2 تحاول تحتفظ في السي او 2 كيف تحاول تحتفظ بالسي او 2؟ قدر التنفس. البيشنت يصير عنده ريسبيراتوري ديبريشن ماشي ريسبيراتوري ديبريشن يعني بقل سرعه النفس وبقل الدب بتاعها فهاي ممكن بالتالي تؤدي لانه البيشنت شو بصير عنده؟ هايبوكسيميا بينزل الاوتو ساتوريشن. وكمان عند البيشنت بصير عنده حالات او ساين سيمبتومز بتاعت الهايبوكاليميا حكيناها المره الماضيه وممكن البيشنت يخش بحاله الارثنياز وهي الارثنياز ممكن تكون سببها الكلوسز او سببها الهايبوكاليميا او الهايبوكالسيميا او الهايبوكسيميا يعني في اكثر من اسباب للارثميز. تفضل. ايش هو الاكل؟ هسه كل شيء بالاخر احنا شو قلنا البي اتش؟ شو قلنا البي اتش؟ تركيز او الناتشرال ليبرثم التركيز
ال HCO3 ال C2HO ال HCO3 هذول اللي هو الكربونيك اسيد ولا البايكربونات، هذول اهم مصادر الهيدروجين. الكربونيك اسيد بزيد ايونات الهيدروجين، البايكربونات قاعد بستهلك ايونات الهيدروجين، فلا طبعا له دخل ايونات الهيدروجين. لكن انا ما بتطلع، انا ما بروح بقيس، ما في يعني ما فيش انا عندي شيء اقول لك والله قديش نسبه قديش مقياس او تركيز الهيدروجين في الدم. عند البي اتش ناتشرال لو عمليه حساب يعني بالبالانس هسه انسى لي ايونات الهيدروجين، شيلها من مخك، خليك انت بالاتش سي او 3 او البي تي البي اي سي او 2. هلا قلنا انه حافظ على السي او 2 خليه يزيد، نعم كيف بتخليه تعمل ما هاي بنحكي يا جماعه، لما اللانجز بتتعمل كومنسيشن بتتبطل تتنفس، بتقلل من عمليه التنفس، فبالتالي شوف السي او 2 بيطلع من جسمك بضل، اذا السي او 2 ضل شو راح يتحول؟ لا كاربونيك اسيد، فبرتفع او بتعمل بنحاول نعمل اسيدوسيس في الجسم. تعقدوها شحالكم كثير ببساطه يعني ما بدها شحال تطلع تغسل. خلينا نخلص صايب بعدين ما طلعك اخر سلايد. المانجمنت بدي اشوف شو الكوز، شو السبب وعالجه. بعدين احنا بيشنتس طبعا بدنا نعالج له الكلورايد، لانه الكلورايد ممكن يتبدل مع البايكربونات، وبالتالي البايكربونات ستطلع في اليورين، وبالتالي احنا صار عند البيشنتس ميتابوليك الكالوسيس. البيشنتس اذا كانت السبب الكالوسيس الفوميتنج او الدياريا، هون بدي احاول اني اظل او لازم اظل مطلع على الانتيك والاوتبوت وراقب الفلويد بالانس. ممكن اعالج الفلويد فوليوم ديبليشن عن طريق النورمال سالين. البوتاسيوم كلورايد البيشنتس طبعا اذا كان بيعاني من حالات هايبوكاليميا، فالبوتاسيوم كلورايد هو سبلمنت عشان اعالج الهايبوكاليميا. الحالة بتكون عند البيشنتس هوميوستاسيس في حالة توازن، يصير عند الجسم يخسر البايكربونات اللي هو ميتابوليك الكالوسيس، فبينزل البايكربونات سوري مش بيخسر بيزيد زي حالات الرينال فيلير، فبالتالي بيرتفع البايكربونات، فهون بصير عنده ميتابوليك الكالوسيس. اللنج شو بدها تعمل؟ تصلح هاي المشكلة عن طريق تحبس السي او 2، بصير هاي الدبريشن respiratory depression. فشو بصير عند البيشنتس؟ decrease the respiratory rate. تصلع ال HCO3 وتحتفظ بايونات الهيدروجين، وبالتالي احنا كمان بنساهم انه نرجع الحاله لهوميوستاسيس. تفضل. انت شوف وين بتحلل الحاله. قلنا بدنا نعمل depression. وقت التنفس، فانا بحتفظ بالسي او 2. اللمس اذا ما تنفست كيف بيطلع سي او 2 منه؟ بده ضلوا بالجسم، فبتحول لكربون انياسيد، فبالتالي بصير عنده سيدوسيس. كل شيء حكيناه ملخص في التيبلز الموجودات هون. خذوا لكم بريك 5 دقائق عشان نرجع ونكمل respiratory acidosis و respiratory alkalosis. 5 دقائق.
خرب التسجيل ولا شيء بتلعب الدبر حالكم. فالريسبيراتوري اسيدوسيس بيكون الـ pH أقل من 7.35 والـ PaCO2 أكثر من 45. هذا بيعني إنه CO2 مرتفع في الجسم. متى CO2 مرتفع في الجسم؟ إذا اللنج مش شغالة صح. ماشي؟ واحد مش قادر يتنفس بطريقة صحيحة. فبكون عندنا المشكلة إنه في عندنا ريسبيراتوري بروبلم، وبالتالي الجسم مش قادر يعمل أو مش قادر يتخلص من CO2. وأهمها inadequate ventilation. هاي بنشوفها بحالات زي الـ COPD، أزمة اللي عنده مشاكل تنفسية مثلاً، الناس اللي بيكونوا مدمنين على مواد مخدرة أو ماخذ جرعة زائدة لأنها بتعمل بتثبط التنفس، هيها. أو مثلاً في عندنا أسباب ثانية زي pulmonary edema، اللي هو تجمع سوائل جوات أنسجة اللانس، COPD حكينا عنها، COPD chronic obstructive pulmonary disease، chronic، شو يعني chronic؟ مزمن obstructive في انسداد pulmonary disease أمراض تنفسية لكن obstructive وين؟ في الايرواي ماشي؟ بصير في عندنا زي تضيقات في الايرواي فبالتالي ببطل الجسم يتنفس صح ببطل يطلع CO2 ببطل ياخذ اكسجين atelectasis شو هي الاتلكتاسيس؟ collapse of alveoli ماشي؟ atelectasis معناها collapse of alveoli collapse of alveoli هي الحويسلات الهوائية اللي بصير فيها gas exchange اللي الجسم من خلالها بياخذ الـ O2 من الهواء اللي بتنفسه وبيطرح جواتها CO2 عشان مع الـ expiration يطلع هذا CO2. إذا صار في عندي collapse، شو يعني collapse؟ انقبض أو سكر. في كثير اسباب وراح نشرح ان شاء الله لما نشرح امراض الريسبيراتوري. فاذا صار عند البيشنت اتلكتاسيس فبالتالي شو بطل يتنفس صح، ضل الاكسجين برا الجسم فبالتالي الاوتوسات راح ينزل والسي او 2 شو ماله ضل جوات الجسم فالسي او 2 راح يرتفع وصار عنده اسيدوز. قلنا اوفر دوز اوف سيداتيفز. ايش هم السيداتيفز؟ المهدئات او المسكنات او الناس المدمنين على المخدرات لما ياخذوا جرعه زائده زي المورفين. اي امراض بتاثر على الريسبيراتوري ماسلز على العضلات التنفسيه. شو اهم عضله تنفسيه؟ ديافرام. في عندنا امراض طبعا هاي بتكون امراض عصبيه اهمها مايستينيا جرافيس او جرافيس مايستينيا جرافيس. هاي بتكون عندنا مشكله بالامبلسز نيرف امبلسز بتبطل تنقل الشحنات العصبيه وبالتالي الماسلز شمالها بتبطل تعمل كونتراكشن واهمها ديافرام فببطل يصير في عندي ريسبيريشن يصير عندي مشكلة في الريسبيراتوري اسيدوسيس. واحد عنده مشكلة بالريسبيريشن بالتنفس ما بتنفس شو بتتوقع تكون هاي حالة مالها؟ حالة ستريس. الجسم بيعتبرها حالة ستريس فبالتالي الستريس هرمونز راح ترتفع كاتوكلومينز بنسميها كاتوكلومينز زي الدوبامين الادرينالين النور ادرينالين فبالتالي الجسم شو راح يصير معاه ساين سيمبتومز فريز بولس. ليش؟ طوالي اول عضو بيعرف انه نازل عندك الاكسجين مين؟ البرين. البرين شو بكل الرئتين؟ ترى انا مش واصل اكسجين، دبروا حالكم اشتغلوا. الهارت بحاول يشتغل اكثر فبصير عنده تاكي كارديا انكريز بولس. تاكي كارديا هي نفسها انكريز بولس. الجسم بحاول يصلح باللنز يزيد الريسبيراتوري ريت والبلد بريشر. البلد بريشر حاط عليها ايش؟ خط لانه مش دائما بتصير. قلنا بالاسيدوسس شو بصير بلد بريشر؟ ممكن يرتفع وممكن ينزل حسب الستريس تغلب على الاسيدوسس او الفيز دايليشن ولا لا. مينتا تشينجز، واحد مش واصل اكسجين شو راح يصير في عنده بالبرين؟ قلنا راح يصير في عنده كونفيوجن. هاي اي سي بي هاي انترا كرانيال بريشر اي سي بي intracranial pressure. لما يصير في عند base constriction شو بصير؟ يزيد التروية ما
فبالتالي بيرتفع سوري مش فيز كونستريكشن فيز دايليشن بصير عند البيشنت فيز دايليشن جوات الشرايين تاعت الدماغ فبتزيد التروي للدماغ فبالتالي بيرتفع البريشر جوات الدماغ لا مش بهالدرجه يعني انت خليها للادلت تو بتعرفوا اكثر عن اسباب الهاي اي سي بي وحتى الفيزيكال يعني مش بسهوله اني بس احكي لك شو علاج البيشنت بصير انه بحس راسه بده يفقع بسبب الهاي اي سي بي فيلينج اوف فولنس ان هيد والديكريز ليفل اوف كونشسنس ما انها اسيدوسس شو بصير بالبوتاسيوم ليفل ترتفع فبصير عنده هايبر كاليميا اذا البيشنت طبعا عنده بيعاني من مشكله مزمنه زي السي او بي دي كرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز هذا السي او 2 مش مرتفع مره واحده شو بصير شوي شوي الجسم بيحاول يعمل كومبنسيشن بنفس الوقت عن طريق مين الكدني قلنا شو اهم شيء عندنا النسمه ما بين الكربونيك اسيد والاتش او 3 شو الضغط 11 اذا ضل الجسم محافظ عليها 1 ل 20 معناته شو الجسم شو البني ادم شو ممكن يكون اسيمبتوماتيك يضل اسيمبتوماتيك ما يكون عنده اي عرض التريتمنت تاعتي السبب شو هو ما فيش تنفس معناته شو الفول تاعي اني احسن من الفنتيليشن هسه في عندنا مصطلحين فنتيليشن وريسبيريشن شو الفرق بيناتهم ventilation respiration respiration عبارة عن سوري بالعربي قلنا الله يرضى عليك عبارة عن inspiration expiration هاي مين هاي respiration ventilation هي عبارة عن respiration زائد gas exchange هاي الفرق بيناتهم فالrespiration لما أحكي respiration بس عملية شهيق وعملية الزفير inspiration expiration بحكي إشي عن gas exchange لا طب بينما الventilation تحتوي على كل البروسيسز اللي هم الانسبيريشن والاكسبيريشن اللي هم الانسبيريشن بالاضافه لمين؟ للغاز اكسشينج فالتريتمنت تاعتي ما بدي احسن انا بس الريسبيريشن اذا الالفيولايز مسكرت كولابس فيها شو بستفيد انه البيشنت تتنفس لا اهم شيء اني احسن مين؟ فنتليشن احسن الانسبيريشن ياخذ نفس ويطلع النفس والاهم من هيك انه يصير في عندي جاز اكسشينج عشان الجسم يتخلص من السي او 2 وياخذ الاو 2 طبعا هاي ممكن نعطيها عن طريق البرومب دايليترز موسعات القصبات الهوائيه الانتيبيوتكس اذا كان البيشنت بيعاني من عدوى زي نيمونيا او ممكن نشبكه على فنتليتر في حالات بنسميها ريسبيراتوري فيلير في حالات فشل التنفسي احنا هون بنشبك البيشنتس على على ميكانيكال فنتليتر اللي هو جهاز تنفس اصطناعي وهذه لها كرايتيريا وراح تاخذوها مثلا ان شاء الله في ماده الكريتيكال سنه كمان في نيرسينج انترفينشنز بنسميها بولمونري هايجين ميجرز شو يعني هايجين ميجرز؟ يعني اني كيف بدنا ننظف اللنجز ننظفها من ايش؟ من السواس واحد كان في عنده ميوكس سكريشن بصير عنده ديب بريثنج اكسرسايز الكافينج اكسرسايز وهذا راح نعرفها اكثر ان شاء الله لما ناخذ عن الامراض التنفسيه قلنا كمان احنا ممكن نشوف البيشنت كمان على ايه على ميكانيكال فنتيليشن اذا كان البيشنت بيعاني من ريسبيراتوري فيليا ريسبيراتوري فيليا اعرف انه صار عنده ريسبيراتوري اسيدوسس ماشي واحد من الاشياء اللي بتسبب ريسبيراتوري اسيدوسس هي ريسبيراتوري فيليا واحد من الاشياء اللي ممكن نلاحظها مع الناس اللي عندهم سي او بي دي وازمه هذول قلنا امراض مزمنه شو اللي بخليك تتنفس؟ ليش بتتثاوب؟ ليش بتتثاوب؟
من عارف الامبرين اكيد مش ليش لما ينزل عندك O2 او يرتفع عندك CO2 هذول بنسميهم respiratory drives محفزات التنفس ماشي تنتين هذول يا بيرتفع CO2 يا بينزل الاكسجين عشان هيك دماغك بقول لك تنفس بقول للنفس تنفس لما تتساوي بالليل لانك بلشت ريلاكس بقل التنفس عندك فبالتالي بيرتفع CO2 بقل الاكسجين فالبرين بالبتا او بالبطه هي الشغله شو بقول للنفس خذ النفس بيعطي هذا انك تتساوي هسه شو هاي السلايد بتقول في ناس زي حالات السي او بي دي هذول مرض مزمن فالبي اي اس او 2 كرونيك جريتر دان 50 يكون دائما البي اي اس او 2 عندهم مرتفع كثير او مرتفع فوق ال 50 والجسم بيتعود على هذا الشيء لانه الكيدنيز شو قلنا بتصير تعمل كومبنسيشن وما يكونش عنده اي علامات الاسيد بيس امبالانسز المشكله مش هون اذا اجانا البيشنت على الطوارئ مثلا بيعاني من مشكله تنفسيه بسبب السي او بي دي انا بدي اعطيه اكسجين حالات هاي الكرونيك او السي او بي دي بتبطل البي اي او السي او 2 بيبطل يصير درايف لا الاكسجينيشن او لا الريسبيريشن ماشي ولا مش ماشي مش ماشي بقول للبني ادم طبيعي عشان انا اتنفس يا بكون السي او 2 مرتفع يا الاكسجين نازل عشان اتنفس هذا بالانسان الطبيعي المرضى اللي بكون عندهم سي او بي دي دائما السي او 2 ماله مرتفع فالجسم ببطل يصير حساس له معناته حساس يعني حساس له عشان يتنفس معناته هذول المرضى مين اللي بخليهم يتنفس الاو 2 لما ينزل ماشي فهم متعودين اذا بينزل الاكسجين يتنفس اذا اجاك بيشنت سي او بي دي على الطوارئ شو انت بدك تعمل له؟ قول والله هذا اكيد بده اكسجين، اشبكه على اكسجين. شبكته على اكسجين اختفى الاكسجين. طب في شيء عنده محفز للنفس؟ لا، لانه ما فيش عنده سي او 2. فدير بالك لما يجيك بيشنت على معاه سي او بي دي او ازمه على الطوارئ تعطيه هاي فلو اكسجين. لا تعطيه هاي فلو اكسجين، اعطيه لو فلو اكسجين وظلك عامل له اسسمنت ومراقب التنفس الاوتو ساتوريشن والبي اي اوتو ماشي طلعك مراقب اذا قلل اعطيته هاي فلو معناته انت قاعد تعطي اكسجين ماشي قاعد تعطي اكسجين انت بتفكر حالك انت عالجت المشكله لكن بالبرين شو راح يوصله بالمظله تاعت البرين تحفيز للتنفس يقول لك عم هاي عنده اكسجين ليش تنفس فبصير عنده ريسبيراتوري فيلير ريسبيراتوري فيلير او ريسبيراتوري ديبريشن انت بتعالج بالبدايه لكن بعدين البيشنت راح يخش بمشكله اللي هو ريسبيرتوري فيلير فالبيشنت راح يصير معاه حاله بنسميها كاربون دايوكسيد ناركوسيس يعني ناركوسيس انه زي تخبير يعني انه زي نايم زي الناركوسيس زي اللي ماخذ ماده مخدره يعني معناته الاكسجين شو ماله is given only with extreme caution بدك تدير بالك يعطيه لو فلو اكسجين الحالة بتكون هوميوستاسيس اللونز بتبطل تشتغل فبالتالي السي او 2 بضل موجود بيرتفع بصير عند البيشنتس ريسبيراتوري او ريسبيراتوري اسيدوسيس بده يشتغل عندنا البفرنج سيستم مين هما الكيدنيز بتحاول تحتفظ بمين بالسي او 3 عشان ترفعها وتعادل المشكله رجعت اللونز تشتغل صح نرجع لحاله الهوميوستاسيس البفرنج التعويض كومبنسيشن ريسبيرتوري الكالوسيس العكس بيكون البي اتش مرتفع السي او 2 ماله نازل اقل من 35 وهي دائما سببها هايبر فنتيليشن فانا شو قاعد اعمل بالهايبر فنتيليشن بعد واشنج اوت السي او 2 قاعد بخلص الجسم من السي او 2 فبالتالي بنزل من المستوى بصير عنده الكالوسيس اهم اسبابها بانيك اتاك بانيك اتاك اذا سمعتوا فيها نوبه الهلع ايش شو بتقيد عنده تكبني تكبني معناته قاعد بيطلع ثاني اكسيد الكربون فبالتالي بصير عنده الكالوسيس ممكن البيشنت اللي عنده هايبوكسيميا
او مثلا واحد صارت عنده جلطه قلبيه، هل لها دخل في البمس؟ لا. جلطه قلبيه ستريس، شو راح يصير للبني ادم؟ يصير عنده تكبني. ان ابروبريت فنتليتر سيتنج، واحد شافه على فنتليتر ومخلي الريسبيراتوري ريت عالي او التايدل فوليوم كميه الهواء اللي بعطيها كميات عاليه، فانا قاعد بخلص من ثاني اكسيد الكربون، فبالتالي راح يصير معه الكالوسيس. هاي فيفر، شو بصير بالهاي فيفر؟ ميتابوليزم ريت ترتفع، والميتابوليزم بيعتمد على مين؟ على الـ O2، وبالتالي البني ادم راح يتنفس اكثر ويصير عنده الكالوسيس. ممكن هاي تكون انت اساسا الريسبيراتوري اسيدوزس، تجي تعالجها تسوي الريسبيراتوري ما مش مره واحده بتنتقل منها. عشان هايبر فنتليشن. هايبر فنتليشن طيب. اصلا اخذناها هاي انه تستخدمها لما يكون عندك في عندك بفرنج سيستم. مانيفستيشن. البيشنت راح يصير معها وايت ثيننس، دائما كل الاسيد بيس امبالانسز والالكترولايت امبالانسز البرين راح يكون حساس لهم، ويصير عنده منتاليتي بروبلمز زي الكونفيوجن. الابيليتي تو كونسنتريت هي الكونفيوجن ديو تو فيز كونستريكشن وديكريز ذا بلود بيرفيوجن لمين؟ للبرين. حكينا بالاسيدوسس لما يرتفع، دائما لما يرتفع البي اي سي او 2 في اي سي او 2 لما يرتفع شو بصير بالارتيست تاع البرين؟ توسع، فبيرتفع ايش؟ الاي سي دي. العكس في الالكالوسس شو بصير؟ في عنده فيز كونستريكشن. لكن اذا في عنده فيز كونستريكشن فهاي ممكن تعمل اذا البيشنت عنده مثلا جلطات سابقه في الدماغ او تضيقات سابقه، صار في عنده فيز كونستريكشن، شو البيشنت مهيئ انه يصير عنده ستروك، جلطات دماغيه. فهاي كمان شغلات بدنا ننتبه لها. فبالتالي بسرعة إذا الدماغ هو أهم إشي يعني من ناحية أعصاب أو تحرك، إذا صار في عنده شغلات زي هيك شو بتحس؟ إنه الجهاز العصبي كلياته تخرب. فالبيشنس ممكن يصير عنده نمنس ثينجينج، وكمان هاي مش بس من السي إن إس، كمان من الهايبوكالسيميا. قلنا الهايبوكالسيميا ممكن هون يصير في عندنا إيش؟ زيادة في البايندينج ما بين الكالسيوم والبروتين، فبالتالي بقل من مستوى الكالسيوم في الإكسترا سيلولار فلويد، بيأثر على الجهاز العصبي. مش بيزيد الكونتراكشن، بيأثر على النيرف امبلسز، عشان هيك بصير معاه نمس اند ثينكينج. وكمان البيشنتس ممكن يصير معاه ديستريكتنس ونص اوف كونشسنس، طبعا هالثلاثه ريليتد للبيز كونستريكشن. مانجمنت، بيشنتس ما عندهوش تنفس عنده تنفس عالي، عنده هايبر فنتليشن، فبدي احاول اصلح السبب اللي خلى يصير عنده هايبر فنتليشن. واحد قاعد يتنفس كثير، بتخلص من سي او 2 كثير، كيف بدي احافظ على سي او 2 جوات الجسم؟ بخليه يتنفس جوات كيس بيبر باك، ماشي، او بخلي بحاول اهدي البيشنت، بقول له تنفس شوي شوي، خذ نفس شوي شوي، شم ورده، شم ورده، طفي شمع. هاي بنسميها البريثنج اكسرسايز، شم وردة، طفي شمعة، كيف الواحد بشم الوردة؟ بأخذها بغلب. كيف بطفي الواحد شمعة؟ مش طفي. First lip breathing. First lip breathing يعني بتسكر شوي شفايفك، بتطلع النفس شوي شوي. فأنت هيك قاعد تعمل slowing down the respiratory rate، فبالتالي بتحافظ على CO2 بترفعه، بنعالج مشكلة الريسبيراتوري الكالوسيس. هاي اللي حكينا كلياته تلخيصه في تابل. هاي المهم اللي هو الاناليسيس للاي بي جيز. اول خطوه ايش بتطلع؟ غلط. الاو 2 او 2 على البي اي او 2 زائد او 2 ساتوريشن، هذا كبريوريتي. هاي الخطوات مش للاي بي جيز اناليسيس، احنا الحق علينا لازم غيرنا العنوان. هاي الاسيد بيس امبالانسز اناليسيس، هاي خطوات. لكن كاي بي جي اناليسيس اول شيء وبرايورتي دائما شو البرايورتي بتاعتنا صح اي بي سي؟ ماشي. لكن اذا بدي اشوف شو الاسيد بيس امبالانسز بطلع على هاي الخطوات. اول شيء شو بطلع على مين؟ على البي اتش، لانه البي اتش هو الصوره العامه عن الجسم. إذا الـ pH كان أقل من 7.35 معناته أسيدوسس، أكثر من هيك معناته الكالوسس. إذا كان نورمال بتعني شغلتين،
ما فيش عندي اي مشكله ابدا او في عندي صارت مشكله والجهاز الكومبنسيشن اشتغل صح لحتى رجع لي نورمال. ماشي، بدي اشوف شو السبب الامبالانسز، يا الكيدنيز يا اللانكس. فانا طلعت على البي اتش لقيته اسيدوسس، بروح بطلع على اللانكس لقيت اسيدوسس، معناته اللانكس هي المشكله. رحت على الكيدنيز لقيت الكالوسس، هي اللي عملت بفرنج، هي اللي عملت كومبنسيشن. اذا البي اس او 2 از ابنورمال، طبعا الابنورمال هنا بقصد فيه سبب البي اتش امبالانس، يعني مثلا هون اسيد وهاي اسيد، معناته المشكله ايش؟ ريسبيراتوري اسيدوسس. اذا كانت الاف سي او 3 هي محمد هي الاسيدوسس، معناته البيشنت عنده ايش؟ ميتابوليك اسيدوسس. وبعدين بطلع اذا صار في كومبنسيشن ولا لا. خلينا بالله اعمل هالشغل اذا بتزبط. وين ال سوري وكو صح، كان في هنا في خيار الوايت بورد. في عندنا مشاكل قلنا ايش هم؟ عندنا ريسبيراتوري او عندنا اسيدوسس وعندنا الكالوسس وفي عندنا نورمال في اتش. بس الأسيدوسس يا بتكون ريسبيراتوري يا بتكون ميتاب، يا الكالوسس نفس الشيء، يا ريسبيراتوري يا ميتاب. والنورمال بي اتش هون يا بتكون البيشنس نورمال ما عندوش اي مشكله او اسيدوسس، يا بكون في عنده ايش نسميها حاله نسميها فول compensation. شو يعني full compensation؟ تعويض كامل. في كانت عنده مشكلة لكن البفرنج سيستم جهاز التعويض اشتغل صح لحتى رجع لي البي اتش للنورمال، هذا نسميه تعويض كامل. طبعا الاسيدوسس في عندنا حالة أسوأ شيء اللي هم لما بالضبط الميكس ميكس نفس اللي شنو أسوأ إيش الميكس؟ هسا ريسبيراتوري أسيدوسس شو بكون البي اتش؟ أقل من 37 أكثر من 40 45 إذا كانت ميتابوليك. هسا بنيجي على ميتابوليك نسأل هنا نحط خط إذا في compensation. إذا صار compensation شو يعني compensation تعويض؟ الـ XCO3 شو بصير فيها؟ تزيد أكثر من 20-26 بدي أعمل الكالوسس. ماشي؟ عشان نعمل الكالوسس وعاد إذا كانت ميتابوليك أسيدوسس الـ pH دائماً خلينا هون الـ pH أخذته هون pH أقل من 7.35. السبب دائماً ميتابوليك معناته مين؟ CO2 ها؟ CO3 شو بكون؟ أقل من 22 صح؟ بكون أقل الكومبنسيشن CO2 شو بده يصير فيه؟ بقل عن 5 اقل من 5 عشان يعمل الكالوسس. بالالكالوسس البي اتش شو بكون؟ اكثر من 7.45. اذا كان السبب ريسبيراتوري شو بتكون CO2؟
اقل من 30 35 الكومبنسيشن شو بكون الاكسي او 3 هذا عنده الكلوسس هناك الاكسي او 3 عشان تعمل اسيدوس شو لازم تعمل اقل من 22 تدور منه اذا كان ميتابوليك بيكون الاكسي او 3 شو ماله اكثر من 20 26 عشان يصير في عندي كومبنسيشن الـ PaCO2 شو لازم تصير؟ الكلوسس شو لازم أنا تعمل PaCO2 تعمل أسيدوسس تصير أكثر من 45 40 45 طب هون الميكس شو معنى الميكس؟ هاي وهاي صايرة ضفدتات إذا كانت ميكس معناه شو يعني ميكس؟ يعني الريسبيراتوري والميتابوليك شو معنى فيهم الثنتين الكلوسس شو علاجها؟ مصيبة نفس الشيء الميكس أسيدوسس معناته الريسبيراتوري والميتابوليك فيهم أسيدوسس يعني ما فيش كومبنسيشن أسوأ حاجة ما في كومبنسيشن ما في أبدا كومبنسيشن هسا إذا كانت نورمال بي اتش إذا كان البيشنت زيي وزيك عادي طبيعي ما فيهوش شيء وكانت حالته نورمال معناته النورمال بي اتش زائد نورمال مين PaCO2 ونورمال CO3 هاي أموره تمام البيشنس لكن إذا كان الـ pH نورمال لكن الـ PaCO2 أو الـ CO3 abnormal بختار يعني مثلا حالة 7.42 هاي أقرب للأسيدوسس ولا للألكالوسس؟ ماشي؟ يعني بالله يطلع وهذا البيشنس عنده pH 7.42 عنده PaCO2 كان PaCO3 كانت شو هاي الحل؟ طلع عليه. الكلوسس. أول شيء هاي نورمال. دائما طلع أو خلوا إذا كان الـ pH عندك نورمال وهذول أب نورمال انسوا الرينج خلوا عندكم 7.4 هاي الكت أوف بوينت نقطة المنتصف زي ما بيسموه. إذا كانت أقرب للألكالوسس بتطلع مين من هذول الألكالوسس معناته هاي المشكلة الرئيسية تم علاجها الثاني تمت علاجه هذيك ظلت تشتغل 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 لحتى رجعته لإيش؟ للنورمال يعني مثلا أنا جيت على الساعة 10 لقيت هاي الفحوصات كيف؟ البيشنس أنا شو بقول؟ البي اتش هاي أقرب لمين؟ للألكالوسس مين من هذول الألكالوسس؟ البي اتش أو 2 معناته البيشنس كان عنده ريسبيراتوري الكلوسس او هو كانت المشكله الرئيسيه عنده ريسبيراتوري الكلوسس لكن شو صار في عندي فول كومبنسيشن باي مين ميتابوليك اسيدوسس عرفنا شو النقطة تاعتنا 7.4 هاي النقطة بتطلع على الـ pH أقرب للأسيدوسس ولا للألكالوسس إذا أقرب للألكالوسس بصير أطلع على هذول مين الأقرب للألكالوسس مين هي فيهم الألكالوسس PaCO2 ماشي PaCO2 معناته البيشنت كاين بحالة ريسبيراتوري ألكالوسس الكيدنيز ظلتها تشتغل بتطلع الـ HCO3 هاي عشان هيك طلع منخفض صار عندها اسيدوسس لحتى رجعت البي اتش لمين؟ للنورمال هاي بنسميها فول كومبنسيشن وهاي بتدل انه عندي البفرنج سيستم شو ماله؟ شغال صح والله شو بدي اعطيكم كيف لو بدي اعطيكم محاضره ثانيه؟ كمل البي اتش هسه بدي اعطيكم امثله كثيره بس نفترض انه البيشنت عنده البي اتش 7.38 والـ PaCO2
كانت عنده 40 47 والاكسي او 3 كانت عنده 20 28 قلنا شو بتطلع في اتش نورمال اذا كانوا البقيه في اس او 2 والاس او 3 نورمال كانش ما عندوش اي مشكله لكن هون بهاي الحاله ايش في عندنا اثنين اب نورمال معناته هاي ايش هاي الحاله اقرب للاسيدوسس ولا للكالوسس اسيدوسس اقرب للاسيدوسس مين هذا الاسيدوسس هاي الاسيدوسس معناته البيشنت عنده ريسبيراتوري اسيدوسس فولي كومبنسيتد باي مين كثير على الكومبنسيشن والنون كومبنسيشن بعض المرات بتلاقوا عند البيشنت ريسبيراتوري اسيدوسس لكن ما صارش عنده اي كومبنسيشن شو بنسميها ان كومبنسيتد ريسبيراتوري اسيدوسس راح نمشي نعطيكم مثال لما الجهاز الثاني ما يستجيب يضل نورمال هاي بنسميها ان كومبنسيتد يلا استنى خلينا نطلع بالصوره يلا يلا يا جماعه عشان نعطي الامثله لا كلنا 28 اصلا كلهم صفر الناس بدنا نعطيها حق هاي المحاضره انا لما تيجي على الريتم يصير صفر كومبنسيشن يا جماعة كومبنسيشن خلينا نعيد الكومبنسيشن كومبنسيشن عندنا ثلاث أنواع من ناحية كومبنسيشن النوع الأول أحسن نوع هذا فول كومبنسيشن شو اللي بيميزه إنه البي اتش ماله نورمال نيه فارشل كومبنسيشن يكون البي اتش اب نورمال يدار عليها بي اتش 7.30 عنده اسيدوسس البي اي سي او 2 كان عنده ثالث كمان والأكسي أو 3 شو كان عنده؟ 18 شو هذا البيشنت عنده في هاتش الصورة العامة؟ أسيدوسس صح؟ مين منه هذا الأسيدوسس؟ الميتابوليك ولا الريسبيراتوري؟ الميتابوليك فالحالة عند البيشنت الحالة الأساسية اللي كونت الأسيدوسس هيك تفسيرها لما تكتبوها ميتابوليك أسيدوسس هاي أول خطوة في التحليل أعرف المشكلة الأساسية ميتابوليك أسيدوسس هذا طلع هل صار كومبنسيشن ولا لا البي اتش ماله نورمال ولا أبنورمال أبنورمال معناته التعويض ماله بارشل صار في عندي تعويض بكتب بارشلي طبعا بطلع هون على البي اس او 2 ما البي اس او 2 أسيدوسس ولا الكالوسس ليش الكالوسس يعني قاعد تعمل تعويض هل هذا التعويض كامل؟ لأنه البي اتش مش نورمال فأنا لما أجي أكتب الانتربريتيشن بقول عن البيشنت إنه الحالة اللي معاه ميتابوليك أسيدوسس بارشلي كومبنسيتد باي مين؟ باي مين؟ مين اللي عوض؟ بالضبط هذا الانتربريتيشن الثاني المشكله الاساسيه ميتابوليك اسيدوسس مين اللي عوض اللانز ريسبيراتوري الكالوسس هل التعويض هذا كان كومبليت ولا فول طلع على البيات سوري كومبليت ولا فول فول ولا بارشل بارشل لانه البي اتش مش نورمال النوع ايش النوع الثالث
non compensated. Compensated. عندك حالتين. يا بتكون في عند الـ pH abnormal. واحد من PaCO2 أو HCO3 مالها normal. والثاني مالها abnormal. مثال عليها. pH كان 7.50. PaCO2 هاد حالات شائعة طبعا بصير 55. والHCO3 24. pH ماله؟ ما شو هاي معنى كيف بقول ترى الانفكتيشن على uncompensated respiratory acidosis معناته شو المشكلة عندي؟ respiratory acidosis compensated ولا لا؟ لا ما compensated. النوع الثاني منها هاي non compensated إنه يكون في عنده mixed. قلنا mixed إنه هي اثنين بيكونوا acidosis أو alkalosis. فبالتالي ما فيش أنا عندي أي فرق. نذكر أو نرجع للأمثلة الموجودة عندنا. المهم هيك عندنا من الصورة العامة عند الجسم شو عنده؟ اسيدوسس. من السبب؟ CO2 respiratory acidosis. pH normal ولا لا؟ لا. هاي CO2 شو مالها؟ الكالوسس. معناتها عملت تعويض، عملت compensation. هل هذا compensation full ولا partial؟ رجع pH abnormal معناته partial compensated by metabolic الكالوسس. فالحال الانتربريتيشن تاعي respiratory acidosis partially compensated by metabolic الكالوسس. تفضل. كومبليت كومبليت. هسه نيجي امثله. الجزء الثاني. المرة حاطين في PaCO2. PaO2. partially compensated by metabolic alkalosis. ما كان غلط في السلايد. خلصتوا؟ number 2 PaO2 اول كريو بتاعك شو ماله؟ ممتاز. بدي اطلع اذا في عنده acid base imbalance. باجع على اسيدوسس. اصاب عندك تعويض؟ لا. انكمبسيت.
برجع على هاي عمل التعويض صافي نعمل 2 في اي او 90 تمام في ان في اي سي او 2 نورمال صافي اي كومبنسيشن؟ لا لا كومبنسيشن طبعا ممكن تكتبها بهاي الصيغه بس ثوري اي كومبنسيشن سوري تابل اسيدوس خاصه كومبنسيتد ممكن تجيب الان كومبنسيتد تحطها في بدايه الجمله تقول عنها ان كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوس عادي اثنتين طبيعي بتقدر تحكي فهي الحالتين ان كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوس طب في سلايدات ثانية؟ قديش معنا وقت؟ خلص معنا والله تعب. أقول لحالكم نزلكم اليوم كم تمرين على التيمز. قلت لكم لو إنه في جروب فيسبوك بس الله ايش دقيقه شوي ايش والله ما بلاش يطلع بالتسجيل هذا لانه شوي وين الاشي هاي ستوب ريكوردينج تعالي تعالي اللي عندي تعالي خلص وقفت